المرجو الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات حتى تتوصلوا بجديد الحلقات. مرحبا بكم في وصفات عائشة. وصفة اليوم عبارة عن تشيز كيك بالشوكولا بلا فران وبلا جيلاتين. هنحتاجو في المقادير ان بالنسبة للطبقة الاولى اللي هي البسكوي عندنا 200 غرام ديال البسكويت تقريبا عندي هنايا 6 ديال الباكيات. اختاريت هاد النوع هذا حيت كاين فيه النكهة ديال الليمون والليمون كما كنعرفو كيجي مزيان مع كيتواتى مع الشوكولا. عندنا 100 غرام ديال دانات شوكولا. انا درت دانات شوكولا ممكن ديرو ديال كراميل او لافانيلا او نختاروا اي نكهه بغيتو. ممكن ديروا غير يوغورت عادي او الزبده. تديروا 100 غرام ديال الزبده ذوبوها وتخلطوها مع البسكوي. بالنسبه للطبقه الثانيه ديال التشيز كيك غادي نحتاجوا فيها 300 غرام ديال الجبن. عندنا 200 غرام ديال الجبن هذا جبلي درت هذا وعندنا 100 غرام ديال الفرماج مربع. انا وريتكم جبت لكم بالعاني هاد جوج ديال الانواع حيت اغلبيه كيسولني اش من نوع كتستعملي. اللي متوفر عندكم خدموا به. انا كاين هاد الماركه هادي وكاين كيرين معروفه. مهم كتعبروا 100 غرام. غنحتاجوا 125 غرام ديال الشكلاط. عندنا شكلاط اسود ممكن ديروه ديال 75% كاكاو اولا ديروه العادي يعني اللي كيتباع اللي كان ملفين نخدموا به. عندنا 125 غرام ديال السكر سكر سنيده وعندنا 300 غرام ديال القشدة الطرية. نفس المشكلة عندي اللي مع الفرماج عندي مع القشدة الطرية. كتسولني اش من ماركة. انا ماليش نقول لكم حصاو هاد الماركة بالضبط. كاينين ماركات بزاف وجربوا اللي خدمات لكم استعملوها. انا ما كنلزمكمش تخدموا بهاد الماركة هادي. المهم انا اللي عندي انه يكون خاص بالحلويات. هاد الماركة هادي فيها الحلويات والطبخ يعني راها مسوسة. الا خديتو هاديك اللي فيها السكر حيدو سنيدة نقصوا منها. يعني انا درتها 125 ديروا غير 100 غرام ولا 80 غرام باش ما تجيكمش حلوه. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. خديت البسكوي درتو في البول غناخدو غنفلتو بيديا غير بيدي بلا ما نطحنوه. بعد ما هرمشو كما كتشوفوا بقاو فيه طريفات شويه غلط غناخد دانيت شوكولا وغادي نديرو عليه. ممكن تزيدو الكاكاو الا بغيتو النكهة ديال الشكلاط يعني قوية في الطبقة الأولى. زيد واحد المعلقة كبيرة ديال بودرة الكاكاو مر ونخلطوه. هاد الوصفة هادي فايت اللي حكمت حضرتها معاكم بنكهة الفانيلا ودرت فيها مربى ديال الفريز. غنخليلكم الرابط ديالها في أسفل الفيديو. كان بزاف جاوني ديال التساؤلات واش هاد اللي كتنجح بلا جيلاتين بلا بيض. دابا انا عاودتها لكم باش تشوفوها بعينيكم عاوتاني ونكونوا متاكدين انه ما كنحط لكم الوصفه حتى كنكون مجرباها ومعاوده مجربها عاد كنحطها لكم. دابا من بعد ما تخلطش وما خصوش يكون عجينه ولا يكون كاع كيتلصق يكون هي بحال هكا يعني الا قصناه كيتجمع صافي. انا ناخذ المول هنا ناخذ مول ديال القراصه هذا اللي كيتحل ويتسد. غادي نديرو فيه الطبقه الاولى. انا كيعجبني هذا المول هذا حيت عملي كنديرو كنيش غنغلفو فيه الماء المونطير في الثلاجه ونديرو نوزعو الطبقه الاولى. هذا المول هذا اللي عندي في تقريبا فيه واحد تقريبا 24 سنتيم. ناخذ غنسرح هذا غير معلقه. بعد ما بسطناه مزيان من الاحسن خدموا قاع الكاس وبقاو ضربوا فيه في البسكوي باش يعطينا وجه ملس. دابا غناخذوه غندخلوه المجمد بعد ما نوجدوا الطبقه الثانيه. اول مرحله غنبداو بها هي القشده الطريه. غادي نطلعوها على شكل شونتيي
خديتها عبرت هنا 300 غرام عاد باش نضربها مع 125 غرام ديال السنيده. ولكن قبل ما نبدا نضرب غناخذ هاد الشكلاط هذا وغادي نديرو يدو باش مني نسالي التطريب ديال المكونات يكون وجد ليا. نبداو بسم الله. بعد ما كتضرب باش كنعرفوا ان الكريمه وجدات هي كيبقاو هذوك لي طخاس ديال ملي كيدور هاد لي باتور كيخلي لنا واحد الطخاس ملي كيبقاو ستابل يعني ما كيتحركوش صافي راه الكريمه وجدات. حنا ما خصناش نبقاو نضربوا الكريمه بزاف حتى تولي داك الحجر اولا بحال بيض البيض، لا باش كتبقى عاطينا داك المذاق اونكشيو في تشيز كيك. دابا من بعد ما زينا تطرب غندخلها للمجمد باش نضرب الجبن ديال. دابا غادي ندوزو باش نضربو الجبن. انا كاضافه زدت واحد 7 غرام ديال بودره الكاكاو غير باش نزيد ديك النكهه ديال الكاكاو حتى يعجبني انا بزاف الشكلاط. زدت واحد تقريبا غتجيكم واحد المعلقه كبيره عامره ديال الكاكاو زيدوها غادي تلقاو واحد الفرق كبير. هنا عفوا هنا غادي نزيد ناخذ جبلي. كاين انواع مختلفه ديال الاجبان ممكن تزيدوها. هنايا من بعد ما درنا الجبن غادي نزيدو الفرماج مربع. هنا تقريبا الاجمال باش شحال من مكعب عطاني ديال الفرماج عندي تقريبا 9 ديال الحبات. هنا يجيكم ما بين 8 و 9 على حساب الحجم ديال الفرماج. ودابا غادي نضربوه باش يتخلط لينا مزيان مع بعضياتهم. بعد ما طربناه مزيان غادي نزيدو دابا الشوكولا اللي ذوبنا. مرة ثانية بعد ما تخلط لينا مزيان الشكلاط مع الخليط الاولاني كما كتشوفوا كتجي بحال هكا غادي ناخذوها. قبل بعدا غناخذ واحد تقريبا جوج معالق. هنا كنديرو باش كنخففوا الكريمه ديال الجبن هكا كنديرو بحال كيما هذا من تحت للفوق وكندخلو في الوسط. هنا بحال كنصاوبو الموس هي بالجبن بحال هكا. ومن بعد غادي ناخدو هاد الخليط هذا ونديرو على الخليط ديال عفوا على القشدة الطرية على شكل شونتيي. هنا غادي نقسمها على جوج باش ما تغلبنيش وغادي نبداو ندخلو فيها بحال هكا. مهم جدا تكون الكريمه بارده باش كطلع لكم. اللي ما بغاش يخاطر ممكن سمحوا لي ممكن ديروا قشده طريه ديال بودره ضربوها على حسب داكشي اللي مكتوب في العلبه. نديرو نص لاخر كما كتشوفوا الخليط هو بدا كيتقيل. واخا شي واخا نديرو الشكلاط غادي يعطيكم نفس النتيجه. هذاك الفرماج هو اللي كيعطينا داك الثقوليه. هناك صافي من بعد ما كنخلطو غادي نجيبو المول ديالنا اللي درنا فيه الطبقه الاولى. ها هو المول ديالنا اللي فيه الطبقه الاولى. من بعد ما بردات مزيان غادي نزيدو عليها طبقه ديال الجبن. هنا من الاحسن ديروا لها فيلم اليمونتير وديروها في الثلاجه
هي التلاجة تحت لمدة ليلة كاملة. ديما كنصحكم بالحلوى بيتوها، شي حلوى ديما تبات كتعطيكم مذاق اخر، كيدخلوا النكهات بعضياتهم اكثر وكيطلقوا النكهه ديالهم. بيتوها الا ما بغيتوش تبيتوها، ديك الساعات كاين حل اخر انكم هديروها دي مولان فيم اليمونتير ودخلوها المجمد لمده ديال ساعتين، خاصها تبرد مزيان مزيان عاد ديك الساعات ممكن تقدموها. دابا غادي نسرحوا هادي، خاصها يعطيني وجه ملس اما بسباتول او لا معلقه صغيره او لا الموس اللي عندكم توفر في المنزل. انا ما كنقول لكمش ديروا داك الشيء اللي درت لكم ديروه، هي انا الحاجه الوحيده اللي كنطلبكم عليها احترموا المقادير. كاين اللي كيجي كيدير المقادير من راسو ويقول وصفه من عندك انت ما ناجحاش، هادشي راه ما يمكنش. الحاجه اللي ملي كنصاوبها كما كنصاوبها كنحطها لكم، يعني ماشي كنمشي كنزورها ولا كنمشي نشريها ولا نعاودها باش نحطها لكم، لا كيف ما جات نجحات راه كنحطها لكم، ما نجحات شي راه كنحيدها وكنانيلها في مره واحده. دابا غادي نمشي نجيب معلقه، من الاحسن ناخذ معلقه وغنسرح الوجه وغادي ندخلها للثلاجه. انا غنخليها تبات ليله كامله عاد غنقدمها لكم، انزينها بطبيعه الحال وغنقدمها لكم، اولا ديروا كما قلت لكم في المجمد وديك الساعات قدموها. بعد ما بردت لنا تشيز كيك مزيان كما كتشوفوا هو شاد فراسو مزيان، كناخذو بالنسبه للتزيين هناخذو الشوكولاط الاسود، غادي نقطعو ماشي نقطعو غادي نجردو بحال هكا بالموس. بعد ما درنا ليها الشوكولاط الاسود هناخذو الشوكولاط الابيض بنفس الطريقه، غير هو غادي نديروه خف يعني غادي نرشوه باش كنهرسو اللون الاسود. فالكو تشيز كيك ديالنا من بعد ما سينا التزيين ديالو كيجي بهذا الشكل هذا، كنتمنى تجربوه وينال اعجابكم. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا جيم، ولا بغيتوا ديما توصلوا بجديد ديالي تابوناو فلاش نشوفكم بحلقات اخرى مع وصفات جديده. الى اللقاء.